طب معروف ان الكوره دايما ماليه يعني مليانه بالمواهب، مين اكتر حد شايفه ان هو كان ينفع يكون غير لعيب كوره حاجه تانية، ممثل، لا اي حاجه تانية؟ هم كتير، بس يعني طبعا انا على مدار الفتره اللي لعبتها انا شايف سعد سمير خفه دم ما حصلتش، وشايف ان سعد ده كان يقدر ان هو يعني سعد ممكن تطلعي منه اي حاجه، سعد ممكن تطلعي منه يغني شعبي ومهرجانات، يمثل كوميدي في دراما، يعني لا سعد سمير انا كنت شايفه هو اللي عدى عليا اكتر واحد عدى عليا في الحته دي، كان يبسطك بصراحه في حته الكوميديا. بس احنا ما انت معروف عنك برضو ده ان يعني الكوميديا قويه برضو معاك، ولا هي مقالب بقى وحاجات لا كده؟ لا مش مقالب والله ولا حاجه، انا بحب الدنيا تبقى بسيطه يعني، وبحب دايما مضغوطين يعني، احنا شغلنا بيخلي الواحد مضغوط، حتى بعد ما الواحد خلص كوره بقى مدير منتخب بقى عضو في اتحاد الكوره يعني، حاجات كتير قوي انت مخليك غصبا عنك مضغوطه يعني، ودايما الناس حاطه السبوت عليكي وبيبقى في انتقاد وبيبقى في هجوم، فاوقات كتير جدا مضغوطه، فانت بتبقي محتاجه بقى اللحظات اللي هي القعدات الحلوه اللي انت بتبقي قاعده بتضحكي وتهزري فيها، ودي عمرها ما هتخلص مهما كان الوضع ومهما بس كان. في اساسا انا بحس انها بتبقى في طبيعه الشخص، لا لا يعني اصلا انا بحب بتحب تهزر والجمهور بيحبك بس كمان. بس بس بتكلم جد، اصل ساعات خدي بالك في ناس بتبقى واخده انطباع ايه مثلا ايه بركات بيحب الهزار، فمش 24 معنى ساعه كده بقى. لا خالص اكيد طبعا. خالص، لا بنشتغل وبنشتغل بجد و